هنروح طبعا انتوا عارفين كابتن بيج رامي كان معانا الحلقه اللي فاتت، وهو طبعا خد مستر اولمبيا اللي فاتت كاول مصري وعربي وافريقي يفوز بمستر اولمبيا، اكبر بطوله عالميه في كمال الاجسام. اللي هقول لكم بقى الخبر الحلو، الفكره بقى الكويسه انه عندنا، او الحاجه الجميله المبهره ان عندنا السنه دي اربع لاعبين هيشاركوا في مستر اولمبيا مصريين. وعلى فكره كابتن بيج رامي قال كده الحلقه اللي فاتت، مين اللي شارك عندنا او مين نجح انه يتاهل؟ طبعا بيج رامي كحامل لقب، عندنا محمد شعبان اللي استطاع ان هو يتاهل للوزن المفتوح، عندنا طبعا ده بيج رامي او كابتن بيج رامي اللي كان معانا الحلقه اللي فاتت في احد تدريباته، عندنا كمان حسن مصطفى في الوزن المفتوح، يعني هيلعب في الوزن المفتوح ثلاثه مصريين، بيج رامي، حسن مصطفى، محمد شعبان. وخلينا اقول لكم كمان ان عندنا البطل رابع اتاهل بس في المستوى او في الوزن الاقل من كده، الوزن 212 اللي هو احمد الورداني. طبعا دي لقطات لكابتن بيج رامي كانت معانا الحلقه اللي فاتت، وعلى فكره هو كان من الناس المبسوطه الحقيقه انه في عدد مصريين كتير بيشاركوا. طبعا محمد شعبان تاهل 2019 لمستر اولمبيا لاول مره بسبب الاصابه ما حققش مركز متقدم. محمد شعبان بطل مصر وفريق طبعا كي او اللي هو كوسكواد في كمال الاجسام. طيب وكمان عندنا طبعا احمد الورداني. طبعا عشان نعرف مزيد من التفاصيل اكيد عايزين نعرف الابطال دي اتاهلت ازاي، نحط عليهم الضوء خاصه ان هم بيمثلوا مصر في بطوله مهمه جدا هتلعب 8/10 في اكتوبر. معانا بالهاتف عبر الهاتف من الولايات المتحده الامريكيه نجمنا ونجم مصر محمد شعبان. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك ويحفظك يا رب. الف مبروك، يعني تاهل اربع لاعبين مصريين للمشاركه في مستر اولمبيا، ده حدث كبير جدا جدا، الف مليون مبروك يا كابتن محمد. الله يبارك فيك. طبعا هو حاجه كبيره جدا واول مره تحصل في تاريخ مصر وتاريخ الدول العربيه، وان شاء الله نقدر ان احنا كمان نفرحكم ونعمل حاجه ونحقق مستويات ونحقق مراكز افضل في اولمبيا باذن الله. طب كابتن محمد انا يعني قول لنا اتاهلت ازاي؟ يعني انت اتاهلت لمستر اولمبيا ازاي؟ والله دي تاني مرة التأهل لمستر اولمبيا، انا تأهلت 2019 ولعبت مستر اولمبيا 2019، وكان ساعتها كنت انا الوحيد العربي اللي مشارك في الوزن المفتوح في الوقت ده. وكانت بعد فوزي ببطولة البرتغال المحترفين، ولكن 2020 كانت طبعا سنة شوية صعبة على كله، كان يعني بيعاني وكده، فما حصلش نصيب ان احنا نتأهل. لعبت بطولتين السنة اللي فاتت ولكن ما كانش في نصيب ان احنا نتأهل. السنه دي طبعا حطينا خطه، وكان طبعا في برعايه كوسكوات ان احنا حطينا خطه ان احنا يعني لازم باذن الله ان احنا نتأهل ونعمل شيء السنه دي. فالحمد لله لعبنا اربع بطولات، و نعم يعني الحمد لله ما كانش كلهم، خدنا مركز ثاني في مركز ثاني، يعني المهم ان احنا جمعنا النقاط، كان نشتغل ان احنا نحقق مركز اول السنه دي، ولكن كان شوية الصراع صعب السنة دي جدا. بس أنا عرفت يا كابتن إن حضرتك تأهلت كأحسن تاني في العالم، يعني برضو أنت جمعت أكتر نقاط مش بس أنا رقم واحد في النقاط، يعني رقم بالزبط. واحد في الليستة في التأهل النقاط. طب كابتن كابتن أنا عارف إن حضرتك مستضيف كابتن أحمد الورداني عندك في البيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عندك كابتن أحمد على التليفون. ادهوني يا كابتن معانا برضو استنى ادهوني برضو معاك يا فندم. كابتن أحمد إزيك؟ ألف مبروك طبعا التأهل في طبعا 212 أو وزن الأقل شوية من المفتوح، ألف مبروك، وكلمنا عن رحلة تأهلك يا كابتن أحمد. ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب، ويعني دايما كده متواصلين مع بعض إن شاء الله عشان نرفع من شأن الرياضة في مصر. أكيد. بس في نقطة أنا عايز أوضحها بس فرق للناس، حتة الـ 212، لأن الناس ما تعرفش يعني إيه 212. 212 ده الوزن في أمريكا هنا بالباوند. بالباوند يعني حوالي 96 كيلو، فمستر اولمبيا للكمال الاجسام بتبقى وزنين اثنين تحت ال 96 كيلو اللي هي 212 باوند، والوزن المفتوح اللي بيلعب فيه محمد شعبان وحسن مصطفى والبيج رام. فانا في الفئه الوزن اللي تحت ال 96 كيلو. وحضرتك انا عرفت انت تاهلت كاول عن تكساس برو، بطوله تكساس برو للولايات المتحده، خدت اول وبناء عليه تاهلت مباشره لمستر اولمبيا، كلامي صح يا كابتن ولا لا؟ الحمد لله انا ضبط حوالي شغل اشتغل بطولات في السيزون السنه دي. اول بطوله كانت بطوله شيكاغو بول، خدت المركز الثاني فيها، وبعد كده عملت بعدها في اسبوعين بطوله سان بول، خدت المركز الثاني، واخر
البطوله يعني البطولتين اللي هم خدوا فيهم تاني كان مجموع النقاط بتاعهم يأهلني ان العب في اولمبيا، بس انا كان فاضل بطوله وانا كنت حابب ان انا اتاهل بالمركز الاول يعني اكيد من النقاط اللي موجوده عندي يعني. اكيد الحمد لله لعبت البطوله الثالثه اللي هي بطوله الاكسبو، خدت المركز الاول واتاهلت، وده ادى فرصه للعيب عربي تاني ان هو يتاهل لمستر اولمبيا، لعيب كويتي بسبب ان انا تاهلت مباشر من غير النقاط، هو بقى ثالث واحد في النقاط فتاهل لمستر اولمبيا كمان. طب دي حاجه تفرحنا. وعايز اقول لك ان كابتن بيج رامي هو كان معانا الحلقه اللي فاتت، كان من اسعد الناس، وقال ده على الهواء ان انا اسعد واحد ان في ثلاثه مصريين غيري بيشاركوا في مستر اولمبيا، فاكيد الروح الحلوه اللي ما بينكم دي ان شاء الله ترجعوا لنا بالصندوق كمان السنه دي. هو عامه فوز رامي السنه اللي فاتت يعني ادى تحفيز كتير، مش بس المصريين، ده يمكن الخطوه العربيه ان احنا كان عندنا الاول انطباع او فكره ان اللاعب العربي او المصري مش ممكن يكسبوه هنا في امريكا دايما، لان رامي بيشارك في مستر اولمبيا من سنه 2013. تمام. ما حصلش على المركز الاول في ولا بطوله مستر اولمبيا. صحيح، معنا كنا هو اتاهل بانفيتيشن صح. سنه 2020 بالرغم من ان هو اتاهل بانفيتيشن او واحد بطوله بانفيتيشن، بس كسبها لانه فاز وخد المركز الاول، وكمان خد لقب بطل الجمهور يعني. صحيح، الاثنين بطل الجمهور والحكام. صحيح. دي حقيقه. واحنا كنا موجودين معاه كداعمين له ومتفرجين على البطوله. فعلا كنا موجودين معاه، كنا بندعم رامي وموجودين معاه في البطوله، فاللحظه بتاع الفوز نفسها لما حصلت قدامنا ادت لنا حافز وادت لنا باور ان احنا السنه الجايه لازم نكون موجودين على نفس الستيج وبننافس ان شاء الله، بدل ما مصري واحد يبقى اربعه وخمسه وعشره مصريين ان شاء الله. وكل التوفيق ليكم طبعا كابتن محمد شعبان وكابتن احمد ورداني، نجومنا في كمال الاجسام من الولايات المتحده، بشكركم شكرا جزيلا.